بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم صدق الله العظيم. اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن الوصية إذنها
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا صدق الله العظيم. فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة ولا نكتم شهادة الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة إنا
من الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى شهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين واتقوا الله والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا أنت علام الغيوب صدق الله العظيم فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس
ذيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لك النهى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس ذيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لهمها ولغرس تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني عنك إذ جئتهم بالبينات
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أنا آمنوا بي وبرسولي قالوا واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون صدق الله برسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا واشهد بأننا مسلمون إذ
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ونعلم أن قد صدقتنا قالت
فاتقوا الله. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ونكون عليها من الشاهدين ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه
مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب
رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله
لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله أكبر بسم الله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون لله ملك السماوات والأرض وما وهو على كل شيء قدير السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم
غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين وبعد فيا ايها القارئ به متمسكا مجلا له بكل حال مبجلا هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالذي عند جزائه اولئك اهل الله والصفوة الملا جزى الله بالخيرات عنا ائمة نقلوا لنا القرآن عزبا مسلسلا بالبر والاحسان والخير والتقى اولاهم بها جاء القرآن مفصلا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام استمعنا واياكم خاشعين منصتين للتلاوة قتلها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالازهر الشريف والحاصل على اول جمهورية في لصنص القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية الحمور التابعة لمركز ومدينة برنجات محافظة البحيرة اما بذلك عن احدث مكبرات الصوت العالمية والانارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت وجوزت تحت ادارة واشراف اولاد العباسي المقيمين بنجع كريم حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده